هنا بقى جه الدور معلش انا هقعد ومعلش اسيب شريف بقى يتكلم عشان الادوار دي، والساده مدير النادي الاستاذ محمود مرجان العلاقات العامه ساعدوا روادنا يكونوا موجودين معانا ان شاء الله. وده الحدث اللي انا الحقيقه يعني فكرنا فيه. في هنا حته مهمه عايز اقولها برضو عشان الناس كلها تبقى عارفاها. سامح محمد، ما حدش يتكلم اثناء الدراسه في فصل، ما حدش يتكلم. بصوا يا جماعه، احنا فكرنا في تكريم، مش تكريم، حق، ولازم نفهم الكلام ده كويس. في حق، في ناس عندنا تعبوا وقضوا حياتهم وقضوا شبابهم وقضوا عرقهم ودمهم في النادي الاهلي، ازاي احنا ما نفكرش فيهم؟ بس هم كتير جدا ما شاء الله، واعمار مختلفه ما شاء الله. عشان كده احنا قلنا نبتدي، حطينا زي معايير، سبت اللجنه تقدر هذه المعايير، يعني مثلا 75 سنه فيما فوق، يعني لازم يكون نهى حياته في النادي الاهلي، خدم النادي الاهلي سنوات طويله مثلا. هم قالوا لي على شويه حاجات قلت لهم موافق. ليه؟ لان احنا مش هنقدر نكرم الناس كلها مره واحده. فالنهارده دي اول كده، ما تزعلوش مني، يعني دي اول قطفه، في قطفات ثانيه جايه. ما احنا كل حفله او كل مناسبه للنادي الاهلي هيتكرم على اثرها حق الناس الرواد، لازم يقفوا قدام ولازم تشكروهم، احنا كلنا نشكرهم لان هم ساهموا في النادي الاهلي. ما تطلعش، لا خلاص ما تطلعش، لا شريف وانت واقف يا شريف احسن، هنشيله تاني، هنطلع ونشيل، الا اذا كنت هتدي الناس دي حقهم في الشيل ده. مرجان يدفع كده. شريف فوق يا شريف. طيب، الشكر جزيل وموصول حقيقه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه انا مشفق عليه. حضراتكم يعني الرجل بيتعالى على الامه، الام الظهر والام القدم، ان شاء الله سيغادر القاهره غدا مساء لاستكمال رحله العلاج الطبيعي، وسيترك النادي في ايد امينه، مجلس اداره محترم يعود الينا بالف سلامه ان شاء الله. زي العرض الحقيقه اللي حضراتكم شفتوه اللي بيؤكد مرة أخرى أن النادي الأهلي هو منظومة شديدة الدقة والانضباط، كل يعرف دوره، الكل يؤدي، الكل منتمي، غير مسموح لأحد أن يخرج عن الدور المنوط به. الحقيقة لأنه التكريم له معنى، فاسمحوا لي أكتب ما قرأت، يعني لأنه ليس هناك الحقيقة أجمل من أن تنسب الفضل لأهله وترسم البسمة على الوجوه بكلمة شكر وعرفان لنماذج مضيئة هي تمثل القدوة للنشء والشباب، نماذج قدمت عطاء طويلا لرفعة اسم النادي الأهلي حفظا لمبادئه وإسهاما في إنجازاته، فباتت تمثل جزءا من تاريخه العتيد. هذه النماذج التي نحتفي بتكريمها اليوم في لفتة تعكس مجددا كيف يفكر النادي الأهلي ومسؤوليه، في لفتة تعكس حجم الحب والاحترام والتقدير الذي يجمع أبناء النادي الأهلي جميعا وكل منتم إليه، فرجاله دائما على قلب رجل واحد، متجردين من كل موقف شخصي ليبقى الأهلي فوق الجميع. كانت فكرة التكريم في نسختها الأولى والتي أرساها مجلس إدارة النادي الأهلي ترتكز على معايير أربعة: أن يكون المكرم قد تخطى عمره 75 عاما، أدام الله عليهم جميعا الصحة والعافية. 2، أن يكون قد خدم النادي الأهلي على الأقل لمدة 10 سنوات. 3، أن يكون قد ختم حياته في النادي الأهلي وبين جدرانه. 4، ألا يكون في موقع المسؤولية حاليا داخل النادي الأهلي. على أن تتوالى التكريمات مستقبلا للعديد من أبناء الأهلي وأعضائي أيضا في مناسبات قادمة اتساقا مع هذه المعايير. ونبدأ اليوم بتكريم المجموعة الأولى من الرموز والأساطير، والكابتن محمود الخطيب سيقدم لهم الشكر والعرفان ممثلا عن مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضائه. سنبدأ بكشف لاعبي كرة القدم ورموزه وأساطيره الحقيقة، كابتن عادل هيكل، وهو موجود في المستشفى، وقد ذهب إليه الكابتن محمود الخطيب إلى المستشفى وسلمه التكريم بالأمس. الكابتن ميمي عبد الحميد أيضا توجه إليه الكابتن محمود الخطيب وسلمه
التكريم في المنزل. أدعو الآن الشيخ والدكتور والكابتن طه إسماعيل، تفضل. نزق زي بعض. السلام عليكم. أتمنى بس تكونوا موفقين. الحته اللي ورا كمان، المكان اللي ورا، الاهلي فوق الجميع، نفس الشعار بتاعنا. بس هنا طبعا كابتن طه. يا بنتي شيلوا بقى منه عشان الكابتن يقف جنبنا، وفي الاخر مع الصوره كلهم يشيلوها بقى. اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن، اتفضل حضرتك. جزء من التاريخ ايضا، الكابتن فاروق الضضوي. على فكرة أنا بسمع الكابتن فاروق الضضوي ده كان هداف قوي جدا، وكان بيقولوا لي زمان يا ريت تبقى بس حتة منه كده يعني. لا كابتن لو أقدر أنزل كنت أنا نزلت استنيت، بس مش قادر أنا كمان، عايز استنيت منها كمان. الصورة النهائية هتجيبوا بس ده، يشيلوه بس بلاش العلبة كلها. اتفضل يا كابتن، وصل وصل الكابتن، وصل الكابتن. يلا يا شريف. الكابتن مروان كنفاني. كرسي كرسي هجيبه لك، هجيبه لك كرسي. شرفتنا والله يا كابتن، أتمنى يكون الكلام مناسب. شكرا جدا، اتفضل. كابتن لما رحنا نزور الكابتن عادل هيكل، كان الكابتن مروان هو اللي معايا. الكابتن مروان، كابتن عادل هيكل قال لي ده كان الاحتياطي بتاعي. ايوه عشان تعرفين. لكن طبعا قيمه كبيره جدا بالنسبه لنا والله. اتفضل يا كابتن، اتفضل. الكابتن طه الطوخي. عايزين نبص الكراسي اللي كده هناك، ما انا هقف وراها. الكابتن احمد زايد. الكابتن احمد زايد من هدافين النادي الاهلي في الستينات والخمسينات. ده انا كابتن ولا ايه؟ كابتن كابتن فاروق تركي. ننتقل إلى كرة السلة وأدعو الكابتن نبيل إسماعيل. كابتن أحمد
لا ده احنا مدير الكره عندنا. لا الاول يا كابتن معلش انا بعتذر لحضرتك. الختام مسك الختام مع مدير الكره في الوقت اللي حضرتك كنت تلعب فيه. كابتن عزت ابو الروس اتفضل. كابتن عزت ابو الروس سلة والكابتن نبيل إسماعيل. كرة اليد الكابتن فتحي الصاوي. ألعاب القوى الكابتن محمود صالح الرشيدي. الكابتن أحمد الخادم. رجال كابتن سيد مصطفى. عبد اللطيف إبراهيم أيضا كرة الطائرة رجال. Thank you.
حارس الطاولة والكابتن منير طه. السباحة ونجمها الأسطوري الكابتن عبد العزيز الشافعي. كابتن علي كامل سباحة أيضا، اتفضل يا كابتن. سكواش كابتن إبراهيم أمين. كابتن حسنين علي حسنين آخر المكرمين، آخرهم اليوم لكن لن يكون آخرهم إن شاء الله على مدى الأيام القادمة بإذن الله، وهذا تقليد راسخ سيتبناه النادي الأهلي خلال الأشهر المقبلة. المفروض يكون الكابتن مين الشربيني ايضا من المكرمين وموجود معانا النهارده، لكن هو اعتذر لظروف خارجه عن ارادته على ان يتم تكريمه في وقت لاحق. هذه النماذج المضيئه بتمثل تاج على رؤوسنا وعلى رؤوس ابناء النادي الاهلي، ومن تاريخهم الحقيقه بنستمد القيم والقدره على مواصله الانجازات والانتقال بالنادي الاهلي الى الامام والى مصاف العالميه، وبيمثلوا الحقيقه النموذج والقدوة أيضا للنشء والشباب. ندعو الله أن يديم عليهم الصحة والعافية، ندعو الله أن يديم علينا نعمة الوطن مصر ونعمة النادي الأهلي أيضا. تفضل عايز تقول حاجة كده. أنا عايز خلاص شكرا. بس من فضلكم كل واحد هدية كابتن، المهم العلبة، مش مهم العلبة، خلي الله أكبر، مش مهم العلبة، بس كده بعدين ياخد العلبة ومشي. بعد كده تعبهرهم تاني. ما اعرفش الناس الاخوه المصورين كده كلهم جايين لما انا وقفت في النص شويه ولا طبعا ان شاء الله، بس عشان الناس كلها، عشان لو ما كانش ممكن نقربهم شويه لو في بس عشان ناخد صوره جماعيه. يلا ساعدوا يا شباب ساعدوا، يلا يا محمد. كابتن نبيل اسماعيل، كابتن نبيل، كابتن نبيل اسماعيل، لا هو جنبي. نخلي الشعار بره احسن. كده تخلي الشعار
كابتن طه الطوخي وكابتن طه اسماعيل. تفضل سريع تفضل سريع. خلاص يا شباب كده في حد ناقص؟ ها؟ في حد ناقص كده كله خلاص؟ طب معلش يا كابتن حد بس يسيبها له على رجلي. حد طلع شعار يسيبها له على رجلي. حد بس على رجلي يا كابتن. خلي شعار بره يا ممكن معلش احنا بس هناخد الصوره دي وعايز اتكلم في النهايه كلمه واحده بس اتمنى الصوره يطلع فيها كل الكباتن الكبار رواتنا. جاية باخد مع كل الناس. كابتن نستأذن حضرتك ممكن السادة أعضاء مجلس الإدارة لتواصل الأجيال يبقوا ياخدوا صورة مع حضرتك والرواد بعد إذن حضرتك. ندعوهم لصورة كابتن. أنا هادي أنا. طيب. مش عايزنا لحد يفتي في حاجة. كل حاجة متفقين عليها نقول عليها، مش عايز حد يفتي كده واحنا قاعدين. مع ذلك خلاص نتفضل بقى ندعو السادة أعضاء مجلس الإدارة في صورة جمعية معانا. اتفضلوا يا جماعة، أعضاء مجلس الإدارة فقط لو سمحت. هي بس جملة واحدة نختم بس، اتفضلوا. يلا معانا. أطول اثنين، واحد على اليمين واحد على الشمال، مش في النص. جوهر الناحيه الثانيه. جوهر يطلع الناحيه الطويله من حادي مهند في حته وجوهر في حته. خدوا بقى جوهر في حته من حته. يا رانيا جمعوا بس عشان الوكيلات حته واحده. هنا انا عايز اختم بعد اذن حضراتكم، انا عايز اختم اليوم دوت. لا بشكركم جدا جدا لحضراتكم ولوجود حضراتكم. وفعلا سعدنا جدا بلقاء عائلي ولقاء اسري. وهنا عايز أقول كلمة مهمة. النادي الأهلي ما بينساش وعوده. الأهلي ما بينساش وعوده. الأهلي ما بينساش رواده. الأهلي ما بينساش جماهيره. الأهلي ما بينساش أعضائه العاملين ودعمهم الكامل لينا أو للأهلي. النادي الأهلي ما بينساش الإعلام اللي هو داعم. النادي الأهلي ما بينساش مبادئه. ما بينساش مبادئه وتاريخه السابق. المبادئ والتاريخ السابق اللي هو ممكن يتاخد قرار من في التاريخ وفي السابق وفي الحاضر. ممكن يتخذ قرار لحد مهم جدا، لاعب، مسؤول، اي حد يستبعد لو في صالح النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ولا بينسى رواده ولا جماهيره ولا اعضائه ولا تاريخه ولا مبادئه. هو ده النادي الاهلي. بشكركم جميعا ونشوفكم على خير ان شاء الله. الساده بقى المساعدين ما تسيبوش حد من الرواد الا كل واحد علبته وكل واحد تنزلوه لغاية مكانه تحت.
واحد واحد خليكم منورين يا كابتن، منورين. شاكرين جدا، نشوفكم على خير، شكرا.